بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. يسعدني أنا محدثكم صهيب العمري، مدرس المعلمين بأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، أن أكون معكم في هذه الجلسة والتي سنناقش فيها موضوعا أعتقد أنه له أهمية بالغة لنا كتربوية، يعني سواء كنا مدراء مدارس أو إداريين، معلمين أو أولياء أمور. سننتظر قليلا حتى نترك المجال للمشاركين بالحضور. اسمحوا لي أن ننتظر لدقائق معدودة. أرجو من حضراتكم التعليق في حال وجود أي مشاكل في الصوت أو الصورة. أحتاج منكم إلى تعليق أو لايك من أجل التحقق من جودة الصورة والصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم جميعا. أهلا بكم في هذا اللقاء الذي آمل أن يكون لقاء ذو فائدة. يسعدني أنا صهيب العمري محدثكم، مدرس المعلمين بأكاديمية الملكة رانيا، أن أكون معكم في هذه الجلسة والتي سنناقش فيها موضوعاً ذو أهمية بالغة لنا كتربويين، سواء كنا مدراء أو إداريين أو معلمين أو أولياء أمور أو طلبة مدارس. سنتحدث اليوم عن مجتمعات التعلم المهنية بين الواقع والمأمول. سنتناول في هذه الجلسة مفهوم مجتمعات التعلم المهني، وسنتناول أيضا أهميتها. لذا نرجو منكم أن تشاركونا بتعليقاتكم. تعد مجتمعات التعلم المهنية من أهم الموضوعات التربوية التي يجب تفعيلها في البيئة المدرسية، لما لها من دور فاعل على في تنمية معارف ومهارات واتجاهات العاملين في العملية التربوية. سنتطرق في هذه الجلسة لمشاركاتكم حول إجابات الأسئلة التي طرحناها عليكم قبل الأسئلة. بداية اسمحوا لي أن أشارك معكم العقد التقديمي والبدء بهذه الجلسة، مع التذكير بأننا سنقوم في خلال هذه الجلسة بطرح عدد من الأسئلة، نرجو من حضراتكم المشاركة بالتعليقات عليه. في البداية سنتحدث عن أهمية هذا الموضوع. لماذا طرحنا هذا الموضوع في هذه الجلسة في هذا الوقت؟ إن هذا الموضوع الذي يتناول مجتمعات التعلم المهنية له أهمية بالغة لنا كتربويين،
لأنه يشجع العمل بين الزملاء في المدارس، ويمكن المعلمين من بناء ثقافة مدرسية داعمة. وحين نتحدث عن ثقافة مدرسية داعمة، نعني ممارسات تربوية فعالة وداعمة، داعمة لقائد المدرسة، لمدير المدرسة، داعمة للمعلمين الذين يعملون في هذه المدرسة، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات التربوية التي تخدم العملية التربوية، داعمة لأبنائنا الطلبة حتى تجعل منهم طلبة قادرين على إدارة تعلمهم، وطلبة يستطيعون أن يكتسبوا المعارف والمهارات، وأن يكتسبوا الاتجاهات التي تنمي فيهم الشعور بالانتماء والمواطنة. لماذا هذا الموضوع؟ لأنه ينمي معارف المعلمين بالعملية التربوية ومهاراتهم واتجاهاتهم أيضا، وكذلك لأنه يسهم بإعادة بناء عملية التعلم والتعليم على أنها شراكات متينة، وهذه الشراكات تبنى خلال المدرسة، خلال مجتمع المدرسة الواحدة، وخلال المجتمعات المدرسية المتجاورة على مستوى البلد، على مستوى المديرية، على مستوى المملكة. كذلك لأنها تسهم بإعادة بناء عملية التعلم والتعليم على أنها شراكات متينة، وتطور من ممارسات التعلم المهنية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المدارس، بالإضافة إلى أنها تبني شبكات مدرسية قوية تفيد المعلمين في تحسين ممارساتهم. وعندما نتحدث عن الشبكات المدرسية والشراكات المدرسية، فإننا نتحدث عن ممارسات قائمة موجودة على أرض الواقع على مستوى مجتمعنا. تتكون الجلسة من ثلاثة محاور. في المحور الأول سنتناول مفهوم مجتمعات التعلم المهني، وسنستعرض بعض المفاهيم التربوية والتاريخ التربوي لهذا المفهوم، ثم سننتقل إلى أهمية مجتمعات التعلم المهنية بالنسبة للمدرسة، وكذلك بالنسبة للعاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين وللطلبة، وسنقيم أثر الممارسات الفاعلة لمجتمعات التعلم المدرسية على مستوى مجتمع المدرسي. أرجو من حضراتكم أن تقوموا بالمشاركة معنا، وأن تكون هذه الجلسة جلسة فاعلية تفاعلية من خلال إجابات حضراتكم على الأسئلة التي ستطرح خلال الجلسة. بداية سنبدأ بالمحور الأول، وهو يتناول مفهوم مجتمعات التعلم المهنية وذكرها في الأدب التربوي من خلال استعراض هذا السؤال مع حضراتكم. ماذا نعني بمجتمعات التعلم المهني؟ وما هي معرفتكم بها؟ نرجو من حضراتكم التعليق على هذا السؤال من خلال الإجابة عليه عبر الشات، وسنقوم بالانتظار لمدة دقيقتين إلى ثلاثة دقائق لأخذ مشاركاتكم واستعراضها بعد قليل. نرجو منكم المشاركة بالإجابة على السؤال. هناك مشاركة من إحدى المعلمين، المشاركة في مجتمعات للتحاور في موضوع معين في هذه المهنة. أيضا الورش التي تطرح لصقل مهارات المعلم ويتبعها تفاعل وتواصل مستمر بين المعلمين. جيد. المجتمع المدرسي داخل المدرسة ومدارس أخرى. مشاركة جيدة.
أيضا سنقوم بأخذ مشاركتان على الأقل. مجتمع التعلم. الأستاذ كايد يقول من تعريف المجتمع هي فئة من الناس تضم فيها أطياف عمرية مختلفة تختص بعمل التعلم والتعليم وإنجاح. شكرا جزيلا. المجتمع المهني هو التطبيق العملي للمهارات والمعارف. مجموعة من المعلمين تشترك مع بعضها البعض بهدف محدد واضح متفاعلة بشكل دوري. سنأخذ آخر مشاركة. تبادل الخبرات كورشة تدريبية من قبل المعلمين. شكرا جزيلا لحضراتكم. هناك الكثير من التعريفات التربوية لمفهوم مجتمعات التعلم المهني والتي ذكرها الأدب التربوي، وهذه التعريفات رغم اختلافها وتنوعها إلا أنها تشترك في كثير من النقاط الرئيسية التي تركز وتبلور هدفها ومحورها. سنستعرض بعض هذه التعريفات التربوية مع حضراتكم. أرجو من حضراتكم الاطلاع على هذان التعريفان والتأمل بهما قبل أن نتشارك النقاش بهما. التعريف الأول للتربوي دكتور ريتشارد دورفر، وهو أحد مؤسسي البحث في مجتمعات التعلم المهنية وصاحب الدراسات الواسعة في هذا المجال. عملية مستمرة يعمل فيها المعلمون بشكل تعاوني في دورات مستمرة من البحث الجماعي والعمل لتحقيق طلبتهم أفضل النتائج. يفترض في هذه المجتمعات أن تكون مفتاح تحسين تعلم الطلبة هو التعلم المستمر للمعلمين بوصفه جزءا لا يتجزأ من طبيعة عملهم كمعلم. في التعريف الثاني لهوارد، يركز هوارد على أن مجتمع التعلم المهني هو المجتمع الذي يكون فيه المعلمون وإدارة المدرسة في سعي دائم للمشاركة في التعلم والبناء على هذا التعلم بهدف تعزيز فاعليتهم المهنية بما يعود بالفائدة على الطلب، وهو ما يمكن تسميته بمجتمعات التطوير والبحث المستمر. أرجو منكم التأمل في التعريفين، وستجدون من خلال هذان التعريفان أنهما يشتركان في كثير من التعريفات التربوية للأدب التربوي مع الاختلاف البسيط حسب رأي الباحث التربوي ومدرسته التربوية التي يتبع لها. سنجد أن هناك كلمات مفتاحية ونقاط أساسية مشتركة بين هذه التعريفات. يرجى التعليق عبر الشات على هذه النقاط المشتركة أو النقاط الموجودة في التعريفين أو في التعريفات التربوية بالإضافة للتعريفات التي ذكرتموها سابقا. ست بثينة تقول أنها نموذج لتحسين الممارسات المهنية داخل المدارس. جيد. الاستفادة لتطوير القدرات والإمكانيات وتحسين العملية التعليمية. أيضا الأستاذ أحمد، عملية مستمرة يعمل فيها المعلمون بشكل تعاوني في دورات متكررة. هذا نفس التعريف لريتشارد ديفور. ممتاز. سهى تقول تكامل الأدوار، منى تقول تعلم تعاوني، أيضا تعلم مستمر، تحقيق أفضل للأهداف لتحصيل نتاج تعلمي أفضل، الأساس هو التعاون والاستمرارية بهدف التطور، يشتركان في الارتقاء بمستوى الطلاب. أستاذ رائد، البحث والتعلم والبحث المستمر. حسنا،
القيادة المشتركة، جميل، الركيزة الأساسية للتعلم المهني التعاون الإداري مع المعلمين، الإنتاج مجتمع واعي متفهم ومثقف. شكراً لمشاركاتكم، سنأخذ المشاركة الأخيرة. عملية تعلم مستمر بهدف الارتقاء، ممتاز، بالأداء وبالعملية التعليمية وتعزيز الطلبة. أحسنتم، شكراً جزيلاً لكم. إذا رجعنا إلى أي تعريف في الأدب التربوي حول مجتمعات التعلم المهنية، سنجد أنه يشترك في ثلاثة محاور أو في ثلاثة نقاط رئيسية مع تعريفان الموجودان أمامنا. سنجد أن كل التعريف التربوية التي تتناول مجتمعات التعلم المهنية تركز على أولاً مشاركة وتبادل الخبرات بين المعلمين. النقطة الثانية والتي تعتبر في غاية الأهمية بهدف تحسين الممارسات التعليمية من أجل، وهذا هو الأساس في هذه المجتمعات، الارتقاء بمستوى تعلم الطلبة وتنمية تعلم الطلبة من أجل إعدادهم للمستقبل. إذن المحاور الثلاث في أي تعريف تربوي يتبع أي مدرسة تربوية وأي عالم تربوي يتحدث عن مجتمعات التعلم المهنية، يجب أن تركز على ثلاثة محاور أساسية: مشاركة وتبادل الخبرات بين العاملين بالمدرسة سواء كانوا معلمين أو مدراء مدارس، قادة وإداريين. النقطة الثانية وهي تحسين الممارسات التدريسية في مجمل العملية التربوية. الهدف من هذه العملية، مشاركة الممارسات بهدف تحسين العملية التدريسية، هو أن نصل إلى طالب قادر على التعلم، يدير تعلمه بذاته، وأن نكون بذلك قد أعددناه للمستقبل. هذا ما أردت الإشارة له في هذان التعريفان في الجزء الأول من هذه الجلسة. سننتقل مع حضراتكم إلى الهدف من مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المدرسة، وهنا نتحدث عن أننا سنقسم هدف استخدام وممارسة مجتمعات التعلمية في مدارسنا إلى محورين: الهدف من هذه المجتمعات على نطاق المدرسة، ثم سنتحدث منها على نطاق المعلمين، سننظر في الجزء الثالث على أهميتها، وسنلاحظ مداها وأثرها على طلبتنا الأعزاء. أرجو من حضراتكم أيضا مشاركتنا بما هو الهدف من مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المدرسة كمؤسسة تربوية، على مستوى المدرسة بإدارتها، بمعلميها، بإداريها، بكل من هم موجودون فيها. نرجو من حضراتكم أيضا المشاركة معنا في هذا السؤال. سأنتظر مجموعة من الإجابات على الشات وأشارككم إياها. ما هو الهدف من مجتمعات التعلم المهنية بالنسبة للمدرسة كمؤسسة تربوية؟ التعاون للارتقاء، تطور، الهدف الأساسي هو تحسين تعلم الطلبة، عملية تعلم مستمرة وتعاونية بين المعلمين. حسناً، أيضاً أكرر أيضاً أن يرجى من حضراتكم المشاركة بالإجابة عن هذا المحور: ما هو الهدف من مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المدرسة، على صعيد المدرسة كمؤسسة تربوية؟ لأننا سنقسم الهدف من مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المدرسة ثم على مستوى المعلمين. ما هو الهدف من وجود مجتمعات التعلم المهنية بالنسبة للمدرسة؟ طبعاً سنشير إلى موضوع تناولناه في الأسئلة التي طرحت على حضراتكم فيما قبل الجلسة، وكان أيضاً هناك سؤال: كيف تسهم مجتمعات التعلم المهنية في تحسين الممارسات المدرسية وتجويدها؟ وسنتناول بعد قليل عدداً من مشاركاتكم التي طرحتموها على الإجابة لهذا السؤال. طيب.
لنستعرض معا الهدف من مجتمعات التعلم المدرسة المهنية على مستوى المدرسة أو على نطاق المدرسة. تهدف مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المدرسة إلى إصلاح بيئة التعلم بالمدارس وتطويرها. عندما نتحدث عن إصلاح بيئة التعلم بالمدارس فإننا نشير إلى إصلاح البيئة التعاونية للعمل في المدرسة بهدف تطويرها للوصول إلى أفضل الممارسات التربوية التي يقوم بها الطلبة ويقوم بها المعلمون من أجل أبنائنا الطلبة. أيضاً تهدف إلى بناء بيئة مدرسية داعمة ومحفزة، وعندما نتحدث عن بيئة مدرسية داعمة ومحفزة نقصد أن نصل إلى بيئة ذات ثقافة تدعم كل العاملين في هذه المدرسة من قادة تربويين، من مدراء للمدارس، من معلمين ومن طلاب. كيف تدعمهم وكيف تحفزهم؟ تدعمهم عندما يشعر مدير المدرسة أنه يقوم بعمل تشاركي مع زملائه المعلمين والإداريين في الطلب في المدرسة، عندما يشعر المعلمون بأنهم يقومون بتنفيذ أفضل الممارسات التدريسية باستخدام أفضل طرائق التدريس والتقييم في عملية التعلم والتعليم. أيضاً عندما يجد الطلبة أنفسهم بأنهم في بيئة تحفزهم على التعلم، تحفزهم على الابتكار، وتحفزهم أيضاً على بذل أقصى طاقاتهم وجهودهم ليكونوا قادرين على إدارة تعلمهم. تهدف أيضاً إلى بناء تصور عملية التعلم والتعليم على أنها شراكات متينة بين العاملين والطلبة، وكذلك بين المعلمين وإدارة المدارس من جانب، وكذلك بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والمجتمع المحلي. نحن نتحدث عن شراكات متينة قائمة على التعاون، قائمة على أن يقوم كل واحد بدوره على أكمل وجه. عندما نتحدث عن الهدف من مجتمعات التعلم المهنية بالنسبة للمدرسة فإننا نتحدث عن تطوير شبكات مدرسية قوية يستفيد منها جميع المعلمين من أجل تحسين ممارساتهم التربوية. أيضاً سأتطلع إلى مشاركتهم في هذا الجانب، ونسعى أن نستفيد من خبراتكم، وكذلك نستفيد من آرائكم في هذه النقاط. فسأنتظر دقيقة لأخذ مجموعة من المشاركات حول هذه المحاور التي تتعلق بالهدف من مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المدرسة. هناك مشاركة من الأستاذة عالية: مجتمعات التعلم المهنية تغني مهارات المعلمين ومعارفهم من خلال تبادل وجهات النظر والآراء في المواضيع المشتركة، وتدعم فكرة التعلم للجميع، وهذه نقطة سنتحدث عنها بالتفصيل، الذي يؤدي إلى رفع المستوى المهني للمعلمين. إذن نحن نتحدث على أن التعلم للجميع، ونتحدث عن الارتقاء بالمهارات التي يقوم بها المعلمون داخل المدرسة لتدريس الطلبة. أيضاً
هناك مشاركة من خلال الخبرة والتجربة والتطبيق جميع المواقف والأساليب مع طرح الأمثلة التي تسهم في رفع عملية التعلم والتعليم، موضوع رائع وهادف. هناك أيضا مشاركة تتيح تبادل الخبرات والمعارف بين المعلمين وسهولة نقل المعلومة من أشخاص يعملون في نفس المجال ويواجهون نفس الصعوبات، مما يجعل مجتمعات التعلم المهنية فعالة، كما أنها سهلة ومتوفرة في المدرسة وتتيح العصف الذهني بشكل يفيد المعلم. هذه نقطة أيضا سنتناولها بالتفصيل. هناك أيضا المحور الثاني الذي يخص المعلمين. ما هو الهدف من مجتمعات التعلم المهنية بالنسبة للمعلم؟ ويمكننا هنا أن نتحدث عن ونربط هذه النقطة بمفهوم مجتمعات التعلم المهنية وكيف يمكنها أن تسهم في الارتقاء بأداء المعلمين داخل المدارس. أهداف مجتمعات التعلم المهنية. على مستوى المعلم، أو الهدف من مجتمعات التعلم المهنية بالنسبة للمعلم، تتمثل في مجموعة من المحاور. أولاً، تنمية الشعور بالشخصية الجماعية. عندما يشعر كل معلم أنه هو جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة التعليمية، وأنه يتشارك مع زملائه المسؤولية في إدارة تعلم الطلبة، فإن ذلك يرتقي بأداء جميع المعلمين. تشجع المعلمين للعمل مع زملائه على مستوى المدرسة الواحدة وعلى مستوى المدارس. تنمي خبرات المعلم والطالب ومهاراتهم. عندما نتحدث عن المعلم والطالب، لأنهما العنصران المشتركان في التواصل المستمر خلال هذه العملية التعلمية. أيضا عكس مفاهيم المواطنة داخل المناهج الدراسية في مجتمعات التعلم المهنية، وهذه النقطة في غاية الأهمية، والتي تركز على أن المعلم هو القدوة والنموذج الذي يمكن الاقتداء به من قبل الطلبة من خلال قيامه بممارسات تركز على مواطنة الإنسان وربطه بمجتمعه وببلده وبدينه وبعاداته وثقافته. وهذا موجود في مناهجنا الدراسية، ويقوم معلمونا بنشر هذه الثقافة خلال ممارساتهم في مدارسهم أثناء عملية التدريس. أيضا تمكن المعلمين من العمل بفعالية أكبر، مما يؤدي لخلق ثقافة مدرسية داعمة. لاحظوا أن هذه النقطة تشاركنا فيها في الجزء المتعلق بالمدرسة أيضا، لأنها في غاية الأهمية، يجب تناولها بشكل مهم وواسع. تدعم المعلمين لتطوير ممارسات المجتمع المهنية الرسمية وغير الرسمية، وتساعدهم على تحليل فهمهم وتطوير لكيفية تشكيل العلاقات داخل مجتمعاتهم المدرسية. وهنا عندما نتحدث عن العلاقات المدرسية أو العلاقات ما بين العاملين في المدرسة الواحدة، فإننا نتحدث عن علاقات بناءة هادفة ترتقي بأداء المعلم والطالب، وبالتالي تؤدي إلى الوصول أو تؤدي للوصول إلى مجتمع متعلم متماسك. أحاول استعراض بعض المشاركات.
الأستاذ مصطفى يقول هي عبارة عن مرآة تعكس ممارسات يقوم بها المنخرطون في عملية التعلم وتقدم لهم تغذية راجعة. شكرا للمشارك أستاذ مصطفى. هناك أيضا أحد الأساليب الواعدة أحد الأساليب الواعدة لتحسين النظم التعليمية المرونة والتجديد، التطوير المهني للمعلم والذي ينعكس إيجابياً على عملية التعلم والتعليم، أيضاً نقطة في غاية الأهمية. هناك نقطة من باسمة تقول تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لدى المعلمين وتبادل الخبرات، هذه نقطة أيضاً مهمة جداً ويبنى عليها. الأستاذ محمد يقول تعزيز وتقوية العلاقات داخل مجتمع المدرسة، ربط الحياة العملية بالعلمية. شكراً أستاذ مأمون، هذه من النقاط الغاية في الأهمية، مجتمعات وأسلوب وإدارة لتحقيق التطور والتعلم، لتحقيق التطور التعلمي وتقديم التغذية الراجعة المناسبة، العمل بروح الفريق. جميل جداً. سنتوقف هنا عند هذا الاقتباس. سيظهر أمامكم الآن اقتباس تربوي، أود أن أشارككم إياه وأحتاج إلى رأيكم في هذا الاقتباس التربوي. سنأخذ قليلا من الوقت حتى تشاركون رأيكم. عندما يشارك المعلمون أفضل استراتيجياتهم التدريسية مع بعضهم بعضا يفوز الطلبة. ما رأيكم وما هو تعليقكم على هذه المقولة؟ أستاذ أحمد يقول هذا ما ذكرته في تعليقي، اعذروني أنا لا أستطيع قراءة كل التعليقات. نور تقول 100%، نعم صحيح، التعاون دائما له ثمرة. شكرا لإطرائكم ومشاركتكم، سأنتظر قليلا أيضا لأخذ بعض المشاركات. العبارة رائعة جدا والنتائج المترتبة على ذلك على تنفيذ ذلك بروح الفريق الواحد سوف تكون عظيم. شكرا جزيلا ست فاتن، وسيلة لتحسين الأداء التعلمي والتعليم. ست عبير تقول أنا أرى أن له دورا كبيرا في تعزيز التعاون ومشاركة بين الطلبة لأن المعلم منهاج خفي له طلب. كلام صحيح، تمكين المعلم وتطوير تقدم الطالب، نعم يصبح نمو مهني مجتمعي يعود على جميع بالفائدة. هذه بعض من المشاركات، سنأخذ آخر مشاركة هنا لننتقل إلى المحور الثاني. هنا أريد تأكد أن الفائز هو الطالب عند ممارساتنا لهذه الممارسات التربوية الهادفة، بلا شك يفوز الوطن بهم. شكرا أريج، هذا كلام رائع جدا، و هنا نربطها بمحور المواطنة، كيف نعكس المواطنة المذكورة في مناهجنا أو المواقف التي تصنع من الإنسان، تصنع وتبني طالبا منتميا لبلده. المشاركات كثيرة جدا وهذا يعني يسعدني، هذا صحيح لأن تبادل الخبرات مهم جدا، الطالب محور العملية التعلمية التعليمية،
وتعاون المعلمين وتبادل الخبرات يؤدي إلى تطوير أداء المعلم في تقديم المحتوى التعليمي. شكرا جزيلا لكم، ويعني اعذروني على أنني لا أستطيع أن أقرأ كل المشاركات، ولكنني أستفيد منها بشكل كبير جدا، وأشكر اهتمامكم ومشاركتكم في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى، الذي أرجو أن يكون ذو فائدة ومتعة ويقدم المعرفة والخبرة لنا حتى نستطيع أن نستفيد ويستفيد أبناؤنا الطلبة. الآن سننتقل إلى المحور الثاني من محاور الجلسة، ما أهمية العمل ضمن مجتمعات التعلم المهني؟ هنا نتحدث عن أهمية العمل بمجتمعات التعلم المهنية، فأرجو منكم أيضا الإجابة على هذا السؤال، ما أهمية العمل ضمن مجتمعات التعلم المهني؟ لماذا نحتاج للعمل بمجتمعات التعلم المهني؟ لماذا نحتاج لتوظيف مجتمعات التعلم المهنية في مدارسنا؟ ما هي الغاية منها والهدف؟ يسعدني مشاركتكم، وسأنتظر أيضا قليلا حتى نأخذ أكبر عدد ممكن من المشاركات والمشاهدات. سأعطي مجالا دقيقة إضافية. أكرر السؤال للتأكيد، ما أهمية العمل، ما أهمية أن نقوم بتنفيذ مجتمعات التعلم المهنية داخل مدارسنا؟ أحياناً النقاش يولد الأفكار ويحسن الممارسات. شكراً. التعلم من خلال الأقران. دعونا نشاهد هذه المحاضرة. إن الأهمية للعمل بمجتمعات التعلم المهنية في مدارسنا تندرج في هذه المحاضرة. تعلم الفريق، الوصول إلى الإتقان الشخصي، التركيز على النتائج، خلق ثقافة التعاون، تفعيل التكامل الدراسي، الأستاذ حسام يقول أيضا، تطوير رؤية مشتركة، التأكد من تعلم الطلبة، بناء نماذج عقلية أفضل لعملية التعلم والتعليم، التفكير الممنهج في العمل، تعلم الفريق، نحن نتحدث عن فريق، نحن نتحدث أن هذه المدرسة تتكون من مجتمع تعاوني ترابط، نحن نتحدث عن إتقان شخصي، أن نصل إلى الإتقان في ممارساتنا التعليمية، وهذا شيء مهم جدا. تطوير الرؤية المشتركة للمؤسسة التعليمية التي نعمل بها، التأكد من تعلم الطلب، التفكير الممنهج، كيف يحدث ذلك؟ من خلال مجموعة من الممارسات. كيف يتم تفعيل مجتمعات التعلم المهنية في المدارس؟ ما الذي نقوم به لضمان أو للتأكد من أنه تم تفعيل مجتمعات التعلم المهنية في مدارسنا؟ سأحاول أن أكون أسرع قليلا للوقت. هذه المحاور الخمسة يجب التركيز عليها للتأكد من أننا نفعل مجتمعات التعلم المهنية داخل مدارسنا. يجب أن يكون هناك مشاركة للموارد بين المعلمين على مستوى المدرسة الواحدة والمدارس على مستوى المديريات والمناطق. مشاركة استراتيجيات التدريس.
يجب أن نتبادل خبراتنا وأن نستفيد من بعضنا البعض ونستثمرها في تحسين ممارساتنا. مشاركة البيانات الخاصة بتحصيل الطلبة، وهذه نقطة مهمة جدا، مشاركة البيانات، هناك كم هائل من البيانات يتعامل معها كل معلم على حدة خلال تدريسه لطلبته في صف ما. عندما يتشارك معلم الرياضيات مع معلم اللغة العربية مع معلم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية وهكذا جميع المعلمين الذين يدرسون صفا واحدا البيانات الخاصة بتحسين الطالب، سيكتشف المعلمون طرقا إبداعية ويكتشف المعلمون إمكانية تعزيز مهارات هذا الطالب واختيار الاستراتيجيات التدريسية وأنماط التعلم التي تناسب هذا الطالب وبقية الطلاب. عندما يتشارك المعلمون النجاحات والتحديات من أجل مصلحة الطالب والمعلم، هذا كله يقودنا إلى أننا استطعنا أن نفعل مجتمعات التعلم المهنية بشكل فاعل وبشكل إيجابي داخل مدارسنا. الجزء المتبقي سنتعرف على مجموعة من الممارسات والطرائق التي يمكن العمل بها ضمن مجتمعات التعلم المهني، وهي كثيرة جدا، ليست الموجودة أو التي سنعرضها فقط بعد قليل، ولكنها كثيرة وهذه بعضها. إذا تبادلنا هذه الطرائق الأساليب سنصل إلى قدرة ذات أهمية على توظيف ممارسات التعلم المهني بشكل فاعل بإذن الله تعالى. دعونا نستعرض هذه الممارسات. إذا كان بالإمكان مشاركتنا عن بعض هذه الممارسات من وجهة نظركم. نتحدث عن مشاهدة حصة مصورة، يمكن للمعلمين أن يشكلوا فريقا لتصوير حصة ويقوموا بمشاهدتها، ومن ثم يستطيع بعد ذلك أن يتبادلوا آرائهم في هذه الحصة حول طريقة التدريس، استراتيجية التدريس، الأنشطة، مهارة طرح الأسئلة، كل التفاصيل التي تفيد المعلمين في ذلك. الدروس التطبيقية، التدريس المصغر، تبادل الزيارات بين المعلمين، الندوات، المؤتمرات، التعلم الذاتي، عملية العصف الذهني، دورات التدريبية، بروتوكولات التعلم المهنية، وهذه أيضا يعني تتضمن مجموعة من البروتوكولات المهمة والتي يمكن استخدامها بشكل فاعل في مدارسنا، دراسة الحالة، بروتوكولات إجرائية إلى آخره. هذه بعض من هذه الطرائق والأساليب التي يمكن توظيفها واستخدامها في مجتمعات التعلم المهني، ويمكنكم الاستفادة منها ومن خلال الاطلاع على تفاصيلها والفرق ما بين كل طريقة وأخرى. الاجتماعات الفنية والإدارية، فرق البيانات، وهذه من النقاط المهمة جدا التي نستطيع من خلالها أن نطبق ونطور مجتمعات التعلم المهني داخل مدارسنا بإذن الله تعالى. في هذا الجزء الأخير سنتناول المحور الثالث، كيف نقيم الممارسات الفاعلة لمجتمعات التعلم المهنية وما أثر هذه الممارسات على كل من المدير والمعلم والطالب والمجتمع بشكل كلي. وهنا سأستمع إلى تعليقاتكم حتى نستطيع أن ننهي على الوقت المحدد لنا، تبقى لنا تقريبا 5 دقائق. في هذه الدقائق الخمس سأحتاج منكم أن نجيب على هذا السؤال من خلال تلخيصنا أو المراحل التي مررنا بها في هذه الجلسة. مفهوم مجتمعات التعلم المهنية، أهميتها بالنسبة للمدرسة، بالنسبة للمعلم، بالنسبة لمدير المدرسة، لقائد المدرسة، بالنسبة للمجتمع المحلي، والهدف منها بالنسبة لتعلم الطلبة. فما هو أثر هذه الممارسات على مكونات العملية التربوية؟
سأنتظر دقيقتان حتى نترك المجال للمعلمين والمشاركين بالإجابة على هذا المحور. تبقى لنا دقيقة واحدة. أستاذة آمنة تقول تبادل الخبرات. هناك اقتراح ب منصة تدريب المعلمين، تنفيذ نماذج حصص التعلم بالأقران، هذه نقطة مهمة جدا، الأثر تطور حسب الأستاذة منى. أستاذ كمال يقول ينعكس إيجابياً على تحصيل الطلبة، تطوير مهارات المعلمين، مجتمع مدرسي متعاون ومؤثر ومستند إلى معايير المعلمين، تبادل خبرات وتحسين العملية التعليمية، نمو المعلم وتعزيز ثقة المدير واكتساب معلمي الخبرات ليرتقي، نقل الخبرات، تنمية مهارات التخطيط والإدارة الصفية، هذه نقطة مهمة جدا، تعزيز الثقة بالنفس والبعد عن العشوائية وبناء الثقافة التعاونية. شكرا جزيلا. رفع مستوى أداء المعلمين داخل الغرفة الصفية في جميع الجوانب. وسنأخذ نقطتان إضافيتان. تطوير جميع الممارسات، شكرا أستاذ غسان. و تنمية المعلمين، هذه بعض المشاركات المتعلقة بهذه النقطة. في نهاية هذه الجلسة يعني أعتذر لضيق الوقت بداية، ولكنني سأحاول أن ألخص ما تناولناه في هذه الجلسة، فأرجو يعني قبول اعتذاري بسبب عدم قدرتي على إشراك جميع أو أخذ جميع المشاركات من المعلمين والمعلمات والتربويين الأفاضل الذين شرفت بلقائهم وأخذ ملاحظاتهم خلال هذا الوقت القصير. أود أن أشير هنا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، إلا أنني حاولت وبذلت جهدا في أن نتعرف على مفهومه ونتناول أهميته بالنسبة لإدارات المدرسة كمؤسسات تربوية وبالنسبة للمعلمين وما أثره وكيف ينعكس على أداء طلابنا وأبنائنا الطلبة، ثم كيف يمكننا أن نقيم الممارسات الفاعلة لمجتمعات التعلم المهنية وكيف يمكننا أن نحسنها ونطورها. وهنا يفترض أن يكون لدينا وسائل تقييم واستراتيجيات تقييم مستمرة من أجل التطوير والتحسين في هذه العملية التي لا تنتهي عند مرحلة معينة، وإنما تبقى مستمرة وتساعد المعلمة على التطور المهني باستمرار. أشكر لكم حسن استماعكم ووقتكم، وشرفت وسعدت بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.